ظهرت الآن الخيانة الزوجية. مرة مزوجة بولادها برجلها، عندها علاقة مع رجل عن طريق الهاتف، ويقدر ربي الزوج ياخذ الهاتف يبدا يقول هذا شكون، قل له والو والو والو. كيفاش والو؟ هدمتي بيتك 5 ذراري، هدمتي بيتك، ربطتي علاقه بشخص لا يحل لك. استولى على عقلك. والمراه دوكا هي طبيبه، دوكا المراه قول لها كلمه والله غير تريبها تريبها تريبها. الضعف نتاع المرأة، ضعف المرأة في أذنها، ويقول لها هذاك، يقول لها أنا متزوج بصح ما عشتش وما لقاش وحدة كيما أنت. تجيبه تقول له أنا عايشة وعندي زوج وعندي بصح واحد كيما أنت، تمنيت لو كان أنت كنت كذا كذا. جهة أخرى هو عنده امرأة، عنده بنات، عنده أبناء، يربط علاقة بامرأة متزوجة، هو خاين وهي خاينة، والسبب واش؟ أنت متعصب يا الشيخ رشيد، أنت حبيت ترد الأمة متعصب أنا؟ ما عارفش أنا متعصب. هذه النتائج الآن تاع الخيانة الزوجية سببها 90% هذا الله. شكون هذا؟ لا لا، واحد كان داير مجموعة إسلامية باش يدعي، وأنا اتصلت عليه باش نسقسي. وهذا الكلام هذا هذا ما يقولوش تاع الدعاة وإسلامه، هذا طاكسي الغرام راه هنايا، هذا راه طاكسي الغرام. هذا الكلام هذا هذا الكلام يقولوا غير الراجل مرته في الحلال، وتقولوا المرأة راجلها في الحلال، بصح هذا موش راجلك. يجي باباها احنا حابين داو الامور، ومن بعد ولا قالت هذا الكلام، هذا عالم افتراضي برك، العالم الازرق هذا عالم افتراضي، حبي تدير عليه انت قبه، درنا عليه القبه. والخيانه الزوجيه الان في مجتمعنا راهي ضاربه اطنابها، عنده مرته وعنده صاحبته. والمشكله صاحبته هذيك متزوجه برجل اخر. وهي متزوجة وعندها صاحبها، وصاحبها متزوج وعنده امرأة وعنده أطفال. عيش الحرام بعينيه يا شيخ. الخيانة الزوجية. الأجنبي أجنبي وقال لك ما تهدرش معها وما تخلوش بها ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. أجنبية وش علاقتي بها؟ ما هي علاقتي بها؟ أجنبية، عندي زوجتي. أردت الحلال أدخل من الباب، تخش من الطاقة. أردت أن تتزوج امرأة ثانية، وخلوا الكلام هذا يمشي باش يسمعوا النساء. خاطش المرأة الآن كي يروح للزنا ما تهضرش عليه، والله ما تشكي به. وكي يروح يعدد يا ودي دير له محضر تاع المقصلة، راح يقطعوا راسه. لأن هذا التعدد هذا ماشي احنا حكمنا فيه بشريعة الله، بعثنا منهيه وملاوه علينا ونحن نطبقه بحذافيره. العلمانيون واللائكيون وأعداء الشريعة من دعاة التغرير هما اللي راهم حاكميننا في هذه المسائل. حتى الرجل دوك عندك كون يتزوج مرة ثانية، مرته تحاربوا، ولادو يحاربوا، جيرانه، اصحاب الجامع، حتى اصحاب الجامع يقولوا وش بيه، هبل هبل، لا ارتكب الزنا، ارتكب الحرام. لكن الذي يفعلونه سوجيولوجيا العلجة هذه رايحة وجاية بالهاتف ويديها ويجيبها، نورمال، اش تقلق روحك؟ تعرف انت هذي شكون؟ ليه ما لا لا، وانا تعرف هذي شكون؟ وأقسمت عليه قالت له روح دير الزينة وما تتزوجش عليا 2022. وجيت كاين واحد الناس أعوذ بالله منهم يا ربي، يدخلوا في واحد العائلات، يدخلوا يقعدوا يحفروا يحفروا، يجبدوا الجلد، كي يجبدوا الجلد ما يتهناوش، يزيدوا يوصلوا للحم وما يتهناوش حتى يوصلوا للعظم. واش دخلك؟
مش فراك. أسرار البيوت أسرار. أحوال كاين ناس عندهم أحوال يجيك يشفاكم في الجامعة باش يولي هو حديثكم بالليل والنهار، تقعدوا تقصروا على راسه بالليل والنهار واش دخلكم؟ أو طلقها وما طلقها، قدر رب العالمين ما تفهموش، هو مشى لحاله واش دخلك أنت؟ وهو تزوج عليها أنت واش فراك؟ كاين أمور خاصة بالناس سبحان الله. أنا نعرف واحد مات تزوجته كبير 68 سنة عنده دار، إن الصباح الروح يطيب يغسل قشو يدير الفطور يغلي البطاطا يغلي البيض بخيره علاه؟ أولاده وبناته منعوه باش يتزوج، بناته وبلاده قالوا له بالك تدير هذا أكبر خطر راح تديره في عمرك، عايش جوفري في داره فيلا كبيرة أنا أعرفه، عايش جوفري في داره، ولاده عايشين في الخارج في فرنسا في هذه البلاد الغربية في قطر في دبي، ولاده مستويات، أضرب البطاطا واسكت حتى لو كان جه الموت في الليل رقد جه الموت ما كانش واحد يعاونه على الشهادة ولا يعطيه كاس الماء. تعرف علاش؟ هادو قراو في المدرسة الغربية وكاس الزواج ممنوع، فايدير لنا هذا 65 سنة ويزيد يتزوجنا ويجيب لنا المرأة وتزاحمنا في الميراث وتزاحمنا في الدار، تزاحمك هذا البر بأبيك، رضيت له هذه المعيشة هذه؟ ما كانش واحد يحك له ظهره كي يكون يغسل، ولا واحد يغسل له قشه تحبس الماشينة يحبس. أفكار على احنا مجتمعنا حاجة أخرى، المجتمع تاع الدين وتاع الإسلام، أفكار غريبة طرأت علينا. يجي واحد يقول لي على بالك 68 سنة وزوجه، وعلى ما يزوجوش؟ تعملوا راح نوافقوا أنا، وعلى ما يزوجوش؟ وليده كاين واحد في ولاده راجل، خاطر في الذرية ديما تلقى واحد. قال له الشيخ أنا هنا أنا ما نقدرش نرفدك، ومرتي ما تقدرش نرفدك، وبناتك مشغولين، ولادك الآخرين بحوالهم، شيخ أنا نزوجك. وجاب له مرأة عايشة معاه، وين المشكلة؟ نتكلموا بأهوائنا هذا مكان، نتكلموا بشهواتنا وآرائنا، بصح بالشرع، لا نتكلم بالشرع ولا نتحدث به ولا نتحاكم إليه، وأنت واش فراك؟ يا لو كان كل واحد يحكم سابعه فينا يا، يا لو كان كل واحد فينا يحكم سابعه، ويقول أنا هذا الأمر ما يعنيش، هذه عائلة وحوالها وأمورها، الله يهديهم سواء السبيل. جات خيانة زوجية لها، والجماعة اللي راهم هنا قضاة ومحامين، هذوك يحدثوكم خير مني أنا، لأنهم أصحاب الميدان. وزيد دوكا البنات كيصاحبوا الشباب هذا، علاش يصاحبها؟ علاش يمشي معاها؟ يمشي معاها لشهوة في نفسه، هذا مكان، هو يحبها. هو مفتون بجمالها، فإذا قضى مآربه فيها، هذه قضية الشهوة تاعها، يرميها، ويروح يجيب وحدة أخرى. ولهذا البنات اللي راهم يخرجوا الآن، اسمعوا، وصلوا من الكلام، بالمتحجبة، بالعريانة، الشباب الآن ذئاب بشرية، تفترسكم، بعدين ترميكم. وصاحبنا يجيب بنت وبنت وبنت، نهار يجي يتزوج، كي يجي يتزوج، واش يجي يفتنا؟ يقول ما راني نحوس على بنت الفاميليا، الله يبارك ما شاء الله، هذوك عشرة قاع تجوزتهم، قضيت بهم حياة الشباب شباب، راني نحوس على بنت الأصل، بنت الأصل اللي راح تديها، هي وحدة من اللي كنت تمشي معاهم أنت، مش فاهمك مليح، سبحان الله، والبنت هذيك 18، براءة، 20 سنة، براءة، 22 سنة، براءة، يسول لها أمور ويخلعها، خاصة إذا كان عنده سيارة يخلعها مسكينة، وبعدين يدنا ليها وإلى أشرف ما فيها، بعد يرميها. الطفلة هذيك يخطبوها خمسة الناس تقول لا لا لا، علاش بالصح؟ خاطش فيها شيء يمنعها من الزواج. دور اتصل على الإمام تقول له شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة. شو هي؟ أنا كنت نمشي مع فلان واعتدى على شرفي، والآن ما نقدرش نصرح الوالدية بذلك. المجتمع هذا الصور اللي نحكيها لكم، المجتمع راه يطبخ بيها، راه يطبخ بيها،
وبناتنا عايشين وبناتنا الان كاين اللي يتفكر في الانتحار، وكاين اللي يتفكر في الحراقه، وكاين اللي يتفكر باش دير اي حاجه، وكاين اللي تقول ربما نلقى رجل صالح يسترني. التخريب واش دار في الامه؟ بناتنا وعباك الراجل ديما راسو هاك، بنته هي اللي تحط له راسه في الارض، وانت ما تعيشيش كما راهم عايشين الاقران تاعك، تعيشي بكابوس نفسي لداخل. هاي الثمره، الدراري خرجوا من المسجد قطعوا المحافظ وقطعوا الدفاتر، كسروا الطوابل، ندبوا للبيبان وجاوا خارجين. التربية والتعليم اللي يخلي ربي، اسمع اسمع، اللي يخلي ربي، ربي يخليه لنفسه، واللي يشد في ربي، ربي لا يكيله إلى نفسه. وذوك جانا الصيف، هذو أصحاب الشرطة هذو ما يحشموش على أصلهم. اليوم عندنا نساء وعندنا بنات ونحبوا نخرجوا، كي تعريوا على فخاذكم هكذاك في وسط الشارع هكذاك، ما عندكمش دين، ما عندكمش ملة، ما عندكمش أصل تحشموا عليه، من جيتونا؟ هذا شيء غريب علينا. ندخلوا للمطعم نلقاوكم، نجوا نشرب نشريو فنجان قهوة نلقاوكم، نجوا نعمروا البنزين في السيارة نلقاوكم، نحبوا حديقة احنا وبناتنا ونساء نلقاوكم. حرمتم علينا، ما كاش حتى الانسان يحشم بنته ومراه معاه. انت معري على برادك وعلى فخاذك، الا تستحي من الله في أمة دينها الاسلام، وفي دولتها، في دولة، في الدولة تاعها دستورها اول بند قال دين الدولة الاسلام، الا تستحي؟ وين راك رايح؟ وين؟ لاموضة تاعك هذه لا تكون على حساب الاخرين، حريتك تنتهي عند بداية حرية الاخرين، ولك حبنا نعيشوا كما. ولادنا درنا لهم الهواتف، مش مشكل دير الهاتف، راقب الحالة برا، راقب الحالة، الهاتف راه مدمر الآن، راه مدمر للبيوت، ومدمر للأخلاق، ومدمر للأسر. والخميس والاثنين هنا إذا كانت لك فرصة ادخل تسمع، وفي الهاتف كون معايا تسمع الأسئلة، شيخ سؤال شيخ سؤال، 90% من الأسئلة زواج وطلاق وخيانة زوجية وخلع. يا رب استر هذه الأسر هذه، واسترنا واستر وليداتنا، وما تفضحناش يا رب العالمين، كما كان يقول ابن تيمية لا تجعلنا عبرة لغيرنا. يا ربي راهو عندنا بنات، يا ربي ما تفضحناش. وهذا مانيش تشفي فيهم، أنا نذكر ما هو واقع عندنا، مش تشفي. الله يستر بناتنا وبناتكم وبنات المسلمين، والله يستر علينا أعراضنا وشرفنا، وربي يهدينا سواء السبيل ويبصرنا بالعيوب ويغفر لنا ذنوبنا. الله يرحمنا برحمته الواسعة، الله يوفقنا لعمل صالح يرضيه عنا. أقول ما تسمعون، والله عز وجل يعلم ما تفعلون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.